ما كتعرفش تفتح حساب ديال جيمايل بدون رقم هاتفي، وكذلك تعرفش كيفاش انك تفتح حساب ديال سامسونج باش تحمل تطبيقات على جهاز ديال سمارت تي في ديال اجهزه ديال سامسونج. انا اليوم غادي نوريها لك بطريقه بسيطه جدا في اقل من دقيقه وبضغط زر واحده، كذلك حسابين في حساب واحد. كيف ذلك؟ نلتقي بعد الفاصل. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. اول شيء اننا نتوجه مباشره للمتصفح ديالنا. انا كنختار دائما جوجل كروم لانه كيسهل علينا المأمورية في فتح حساب. بالنسبه للاخوه اللي ما كيعرفوش انه كيفاش يحملوا المتصفح ديال جوجل كروم، غادي نوريكم الان. غادي نجيو لهنايا لجوجل وغادي نكتبوا جوجل كروم، سواء بالعربيه ولا الفرنسيه او اللي اي حاجه، نكتبوا غير كروم مثلا، كروم، وغادي يبان عندنا. غادي نضغطوا اونطري وغادي تفتح هو دا جوجل كروم، تيليشارجي جوجل كروم. هنا غادي نضغطو وغادي ندخلو نحملو المتصفح ديال جوجل كروم باش انه يجيكم سهل. اذا غادي نضغطو هنايا تيليشارجي كروم. هذا هو ببساطة كيفاش انه تحمل متصفح ديال جوجل كروم باش اللي جرينا عليه هاد التجربة ديال الجيميل. غادي نتوجهو مباشرة للجيميل هنايا، ثم سنقوم بفتح الحساب كري ان كونت بالنسبه اللي ما عندوش الحساب. اذا غنضغط هنا، ومن الاحسن على ان نختاروا هذه الميزه هذه لانه ما كنحتاجوش فيها الهاتف نهائيا، رقم الهاتف. اذا هنا غادي ندير نكتب شي حاجه مثلا سكري كرياتيف مثلا، وغادي نجي لهنايا وغادي نكتب كيفاش انه يخرج عندي الجيميل. اذا انا غادي نكتب كرياتيف وغادي نشوف شنو غادي يعطيني. اذا غادي يعطيني هاد الاقتراحات هادي. انا غادي نختار مثلا هاد وغادي نكتب هنايا المودول باس. نعاود نكتب المودول باس ديالي وغادي نجي لهنايا وندير سويفون. المودول باس كيقول بانه ضعيف، لا بد انه يكون فيه حروف، وهذا حنا غادي نحاول نغيرو. دابا غادي نجي نكتب هنايا نحاول نكتب نفس الشيء، نعاودو هنايا و بغيت نتأكد على انني نفتح من هنايا. غادي نشوف مثلا كتبت ABCD أروباس 1 2 3، غادي نضغط هنايا باش تبان لي الحروف شنو كنكتب انا، و غادي نجي هنايا و غادي ندير سويفون. اذا كما كتشوف هنايا كيطلب مني الرقم ديال الهاتف. هو انه الملاحظه بالنسبه للتليفون هو ايجابي جدا انكم باش ديروا الرقم ديال الهاتف ديالكم. علاش؟ لانه في الحاله اذا نسيتي المودول باس وهذا يمكن لك تسترجع الكونت ديالك بهذا الرقم ديال الهاتف. لهذا انا كنحبب على انه نضيفوا الرقم ديال الهاتف ديالنا. وكذلك الى عندنا شي ادريس ايميل حنايا نزيدوها الى كانت عندنا قديمه ولا شي واحد، على اننا باش نسترجعوا الحساب الا نسينا المودول باس. هذا هو الايجابي اللي كاين في هاد في الاضافه ديال الرقم ديال الهاتف. غادي نجي لهنايا وندير قش خلاق وفواش، هذا ماشي ضروره لانهم يكونوا صحاح. مهم يمكن لك دير اوم لا فام ولا شي حاجه، اي حاجه يمكن لك ديرها. غادي ندير هنايا سويف كما كتشوف على انه تفتح معايا. هنا غادي يقول لي ان غتحفظ الرقم. غادي ندير له اونجستري وغادي نجي لهنايا وغادي نجي ندير اكسبت. ان هو غادي يفتح معنا الان كما كتشاهدوا على انه كيتم التحميل ديال المتصفح ديالنا. وكما كتشوفوا لانه حصلنا على جيميل بدون رقم ديال الهاتف ولا بدون جيميل ولا احتياطي بكل سهولة
أقل من دقيقة حصلنا على جيميل. إذا هذا هو الجيميل ديالنا، كما كتشوف على أنه هالكونت ديالنا هو هذا، كما كتشوف الاسم سكري كرياتيف دو جيميل، هذا هو اللي من بعد ما فتحنا حساب ديالنا ديال الجيميل. كيفاش أننا نفتحوا حساب ديالنا على موقع سامسونج؟ إذا غادي نتوجهوا للمتصفح ديالنا، غادي نخليو هذه الصفحة هذه مفتوحة، غادي نجيو لهنايا وغادي نكتبوا في جوجل كونت ببساطة كونت سامسونج. غير كنبداو نكتبوا كونت، هي كتب لنا سامسونج، غادي نضغطوا كونت سامسونج، وغادي تبان لنا هذا المتصفح هذا في الأول ديال المتصفح كونت سامسونج، غادي نضغطوا هنايا وغادي نجيو لهاد الواجهة هادي. غادي نجيو نتاجو مباشرة الكونتيني افيك جوجل، باش تجينا قضية سهلة نربطوه بالكونت ديالنا ديال جوجل. غادي نضغطو ضغطة واحدة، غادي عندنا هاد الواجهة هادي، هذا هو الجيميل اللي فتحناه دابا، غادي نضغطو عليه، وبهذا نكونو على اننا فتحنا كونت ديالنا ديال السامسونج بواسطة الكونت ديالنا ديال الجيميل. غادي نضغطو هنايا اوكي اوكي جيلي، غادي نجي اكسبتي وندير هنايا كونتيني. اذا هذا هو الاي دي دو كونت ديالنا، هو هذا نفس الجيميل اللي فتحنا به، هو هذاك الايميل اللي غادي يكون عندك على الجهاز ديال سامسونج. اذا اصدقائي كما شفتوا على انه الطريقه هي سهله وبسيطه للغايه، يكفي انكم تتبعوا الخطوات اللي درناكم، وما تنساوناش من الضغط على الزر ديال لايك اللي عجبكم الفيديو، وكذلك المشاهده مجموعه ديال الشروحات اللي درناها على القناه خاصه باجهزه سمارت تي في، وكذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه باش انه يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.